سنة، وكرموا اليوم 10 شخصيات في جائزة الكويت للتميز والإبداع. إن شاء الله راح تسمعون الشخصيات هذا لما عنا في ريفرش خلال الأيام الجاية بإذن الله. يستهلون كلهم وعليهم بألف عافية. جميل الإنجاز، جميل شعور الإنجاز، جميل أن أنت ترفع رأس أهلك. شفت واحد من اللي تكرموا اليوم اللي هو عبد العزيز الشطي، الله يوفقه إن شاء الله يا رب، رافع رأسنا في كل مكان. شفت عقب ما نزل من المسرح وعقب الحفل لما نزل من المسرح يا حق أمه وأبوه، شلون كثر كانوا ماخذينه بالأحضان وقاعدين يبوسونه ويسلمون عليه. يعني الشعور اللي هم فيه أغبطهم عليه للأمانة، يعني الله يديمه عليهم، وأتمنى أني أعيشها أنا بعد، لأن شعور جدا مميز. عليهم بألف عافية والله يوفقهم إن شاء الله يا رب. فطيم نعم، اليوم أنا وياك بروحنا؟ لا مو بروحنا. أوكي أهلا وسهلا، حيا الله ضيفتنا رهف، متعودة تكونين ضيفة في كل البرامج، لكن اليوم انتي مو ضيفة، انتي راعية مكان، وراح تكونين المذيعة الثانية مع علي نجم. بونسواغ. بونسواغ. أهلا وسهلا. أهلا. على المستوى الشخصي يعني قبل كان بالكويت في تيم ميامي وتيم جيتارة وتيم الأخوة، انا كنت تيم جيتارة بسبتك انت على فكره، يعني مع كامل محبتي حق خالد وفهد ورناد احبهم واموت عليهم، بس بسبتك كنت انا تيم جيتارة. فشعور جدا جميل ان انت اليوم موجوده معنا في مارينا اف ام 94. ورهف مو غريبه على مارينا اف ام بشكل عام، رهف كان في لها قبل برامج معنا في مارينا اف ام، وخصوصا برنامج نغم الأطفال. صح، كنت أي مذيعة في برنامج نغم الأطفال، فجربتي أن أنت تكونين مذيعة برامج من قبل. صح، شو كانت التجربة؟ تجربة تينن وأضافت إلى مشواري شيء قيم، خصوصا أن يعني نخاطب الأطفال، نقدم لهم رسائل سامية، قصص مسلية فيها رسائل، فأكيد يعني كانت شغلة حلوة، شغلة عجيبة كانت صدق. بس الفرق بين نغم الأطفال وريفرش وايد. أولا نغم الأطفال مدته ربع ساعة، ريفرش مدته ساعتين. نغم الأطفال مسجل، ريفرش لايف. نغم الصباح الصبح، ريفرش بالليل. نغم الصباح حق أطفال، ريفرش حق كبار. الله يعينك، الله يعينك. وايد فرق، وايد وايد فرق، وايد فرق. بس أهم شيء إنه في برامج اللايف ترى المذيع المتوتر بسرعة يبين عليه. أيوة. فناخذ كلنا نفس عميق، نسوي أوسة على الهواء. يلا. اوكي احنا سليمين الحمد لله. الحمد لله. يور فاين ناو؟ اوف كورس. اوكي، على حسب اللي انا عارفه ان يور انجلش از فيري جود. فيري جود، نوت باد. شنو سبب ان اللغه الانجليزيه عندك وايد قويه؟ هل هي دراسه ولا 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 حب تطلع ولا معرفه ولا شنو؟ لما كنت بالمراهقه، يعني فتره المراهقه، كنت اسمع الفرق الاجنبيه، نفس طقه نيو كيدز اون ذا بلوك، تيك ذات، فايف، اوكي، ان سينك. ف وبلس هذا الشيء كنت أقرأ مجلات، في مجلة كان اسمها سماتش هيتس، وكانت في مجلة اسمها جاست 17. ما كنت أعرف كل شيء بس أحاول. بس لما أخوي الصغير دش مدرسة أجنبية، أنا اللي كنت أحل معاه الهوم ورك، فشوي شوي كني سويت ريفرش. أوكي. نروح ونرد آخر شيء. ريفرش لازم، موضوع ريفرش موجود. إنزين، اليوم في ريفرش إحنا مسوين شيء جديد، وأنت راح تشاركين معنا بهذا الشيء الجديد، واللي هو بأن كل متصل راح نسأله سؤال غير عن الثاني. عندك ورقة الأسئلة؟ فاللي راح تسوونه أعزائي المستمعين أو المشاهدين على البث المباشر باليوتيوب أو على مارينا تي في، كلكم تقدرون تشاركون بمجرد ما تتصلون على الرقم اللي راح يطلع على الشاشة الحين، وراح تقول لكم يا مذيعتنا رهف. أصلاً أنا مغششت هالرقم. حلفة، يلا قولي لنا الرقم. موجود تحت. 220-20-90-4، يعني 220-20-90-4. أيوة. أوكي، ناظرينكم يدقون علينا. المتصل الأول راح ينسأل سؤال، المتصل الثاني سؤال ثاني، المتصل الثالث سؤال ثالث، انت وحظك شنو السؤال اللي يطلع لك. راح يكون الاتصال مره عند رهف، مره عند فاطمه، ومره عندي انا، او انت تطلع على الهواء تختار بيني انا ورهف وفاطمه، ونشوف منو اللي راح يسالك على الهواء. واحد من المتصلين محظوظ راح يكون. ليش؟ لانه راح يربح جائزه بعد شوي نقول عنها. اوكي، راح يربح جائزه، ما ندري الجائزه مخشوشه باي سؤال وباي رقم، بس في جائزه مخشوشه. في جائزه موجوده. اوكي تمام، وير جود. جاهزه؟ جاهزين. تحسين ان انت قادره ان الحين نروح المرحله الثانيه من تقديم البرامج؟ فوق يعني خلاص، وي موف اون. موف اون. اوكي عيل، وي ار 100% موفينج اون. رهف يا رهف، الناس ناطره على الخط، ايش رايك تاخذين المتصل الجاي وبعدين نكمل سوالف؟ راح ناخذ اتصالاتنا الحين ونمشي بالترتيب. ها اوكي، انت رهف انا ولا انا رهف؟ ليديز فيرست. اوكي، رهف انتي انا، رهف انتي انا، رهف انتي انا. خلينا نلعب حجره ورقه مقص، كل واحد يشوف من يفوز. جاهزين؟ يلا.
حجره ورقه مقص كلنا مقص اوكي اجل يلا حجره ورقه مقص اوكي انت خسران خلاص يلا الرهف انت انا ما فرقت ما فرقت الحسبه. اول اتصال عندنا تهاني. الو الو يا تهاني. هلا والله هلا فيك. هلا حبيبتي حياك الله. الله يحييك. انزين ابغى اقول شغله قبل لا نبلش. للامانه رهف انسانه وايد 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 تيمن لان شفتها مره بمسرحيه وهي دشت تكلمت حبيبتي يا حلو معني انا ما اعرفها. من تواضع على الله رفعه ورهف من اكثر الشخصيات المتواضعه جدا 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 الله يحفظها ان شاء الله يا رب. الله يوفقك. يلا عندها السؤال الاول عندك رهف. السؤال الاول يا تهاني شنو الشيء اللي ودك يصير قبل لا يخلص الاسبوع؟ يصير قبل يخلص الدوام. لأني دوام راح يخلص يعني. لا أنا قصدي تيجي إجازة يعني. لا ما أبي إجازة. الشيء اللي أبي إنه أمي ترجع بالسلام. الله يرجعها بالسلامة إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. مشكورة وايد وما قصرتي تهاني. ريهام. ألو ريهام. يا هلا. ريهام شلونك؟ الحمد لله. جاهزة حق سؤالك؟ يلا سؤالك يقول شلون 2017 معاك للحين؟ هل هي مدخلتك بطوفة ولا الوقت تمام؟ اللهم لك الحمد وايد تمام الحمد لله. شلون تمام من أي ناحية؟ ليش أحس إن سنة وايد فلوس صار برصيدك وايد فلوس؟ وايد فلوس لا يعني بس انبلحت الاعمال الممتازه. اي شفت الشغل حسيت انا دائما اي احد يقول تمام الموضوع له علاقه بالشيء المادي شويه بس يبغى اشوف الله يسهلها ان شاء الله ونخلص الماجستير ان شاء الله. امين يا رب. الله يسهل عليك ويوفقك ان شاء الله يا رب. امين حياك الله مشكوره وايد وما قصرتي. فهد مساك الله بالخير يا فهد. فهد فهد الو فهد فلاح اسف انا ايش قاعد اناديك فهد غلطتي. فلاح شلونك؟ ايش اخبارك؟ تمام الحمد لله. فلاح شنو كان السؤال المتصل اللي قبلك؟ شنو تبي يصير قبل لا ينتهي الاسبوع؟ لا هذا السؤال مو المتصل اللي قبلك اللي قبله مو دوخانا. انزين شنو السؤال اللي ما تحب احد يسالك اياه؟ سؤال ما اقدر اقوله. اوكي خلاص باي فرح. هذا اسمه لما شوف هني في حالات المذيع لما يطلع على الهواء يحس ان الاتصال كان ما منه فايده فيصير في اوكي مرت عليك ماروكو ولا ما مرت عليك ماروكو؟ اوكي ماروكو مو يصير في فجاه شيء قطره هني بالضبط هذه حالتي حاليا. اوكي خل نروح حق محمد. محمد عندك فاطمه. الو محمد. سلام فاطمة شلونك؟ بخير الله يسلمك. بارك يعطيكم العافية. الله يعافيك محمد. أول شيء خليني أسلم. يلا سلم سلم. هلا هلا رهف. يا هلا ومرحبا. هلا محمد أنا طيبة أنت طيبة. منورة الشاشة ومنورة مارينا في أم والله. مع احترامي حق علي بعد سلام حبيبي حبيبي إذا دامنا رهف منورة احنا كلنا منورين لا تحاتي. حبيبي علي حبيبي. محمد. هلا. أنت ما عندك سؤال. صدق؟ إيه بس أنت راح تسأل رهف سؤال. صح. راح أسأل رهف سؤال. شوفي الأمانة البنت ما يصير تسألينها عن وزنها أوكي ولا شنو ولا عمرها ولا شيء ما يصير تسألها ولا شيء. عادي سؤالين يلا هي تقول عادي سؤالين يلا يلا. كم وزنك وكم عمرك؟ وزني حاليا 83.400 وطبعا بعد التكميم وطولي 171 بعدين اسال عن عمرك بس ما راح تقول يعني. سوري انا عمري 39 وخمس شهور ما شاء الله ما شاء الله العمر كله ان شاء الله. شوف جاوبتك احب الانسان اللي متصالح مع نفسه اللي جاوب على طول. ما عندك مشاكل في الاجابه على هذه الاسئله صح؟ احنا نكبر ولازم نستانس بهالمراحل واحنا قاعد نكبر صح 100% كلامك عادل. شيخه عندك رهف. الو يا شيخه. هلا رهف حياك حبيبتي. شلونك؟ انا زينه اذا انت زينه. اخبارك؟ حبيبتي انا الحمد لله طيبه. جاهزه للسؤال؟ جاهزه. حبيبتي اذا افترضنا عندك سفره محموله ومكفوله بس شرط لازم تاخذين معاك شخص انت ما تبلعينه ولا اصلا يعني ماكو كيمستري بينك وبينه ايش بتسوين؟ ما سافر بس محمول مكفول السفره ايش فيك؟
لا عادي ما سافر يعني. تدرين تدري لو انا مكانك راح اسوي انا قبلها بيوم او قبل السفره بساعتين احط له منوم ينام. وايد تعبتينا انت وايد سويتي هالقصه. انا لو مكانكم شو اسوي؟ اضيع جوازه يلا خش شلون بيسافر. لا يعني طوال على ما اروح بيتهم واخذ جوازه لا سهل اقول له اقول له اقول له عطني جوازك عشان اطلع لك فيزا. راح يدري اني راح يدري حبيب. لا والله لا ضاع. انا ما ابلعه. لا ضاع ضاع جوازك. راح يكون حريص. ضاع جوازك والله ضاع والله والله ضاع. ما ضيعين جوازتك قاعدين بالبيت اريح لك يعني شيخه؟ اي والله عشان لا اخذ منبه. اهم صح والله. بس يعني ضيعتي على نفس السفره محمول مكفول. شو تسوين بهالحاله رهف؟ انا بهالحاله اعتذر. تعتذرين؟ والله ما اعتذر والله حتى لو محمول مكفوله. لا يا اني اسافر عشان اغير جو ولا ما اسافر اقعد هني ابرك. لا انا لحظه انا طروا على بالي للحين 135 شخص قاعد يزيدون. اي اليوم لا 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 للحين 135 شخص الحمد لله يا رب يعني اطالع. لا 136 شخص. ما فهم لا 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 قاعد غشمر. ف لا جدي اذا قاعد افكر لا والله جد في طين في اوادم ما اقدر رهف ما اقدر. اي صح صح يعني مجرد فكره اني باكر بسافر وياه تسبب لي حارج. بس لازم اتصرف اسافر معاه طول الطياره اجامل اضطر اجامل بعدين بس نوصل اضيع. تهاوشوا بالطياره عادي واحنا متهاوشين اصلا قبل الطياره. لا لا انتم متهاوشين انتوا تجاملون بعض. لا اضيع اضيع لما نوصل اضيع. ما راح تستانس بالسفره. اسافر بروحي شلون ما استانس. اي سافر بروحي اضيع اقول لك اضيع انا. اي اوكي اقول له الله بالخير احنا الحين مو سافرنا مو اجباري اسافر وياك خلاص وصلنا المطار خذ تاكسي وتوكل على الله اشوفك بالرده ان شاء الله. صح يعني هذا الحل المناسب. عيا لا ضيع على نفسي سفره محمول مكفول والله ما ضيع والله ما ضيع نشبص فيها. اي طبعا حسين. الو شانك؟ تمام حسين. من الشخص اللي ما ودك تشوف وجهه اليوم؟ ما ودي اشوف وجهه. اي ولد عمتي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليش مسوي لك؟ ليش ها شو مسوي لك؟ سالفه. الضحكه فيها سوالف مو سالفه. الضحكه فيها بلاوي اصلا مو بس سوالف. مشكور وايد وما قصر. مارينا فهم. ها نقدر نورين مارينا فام. نور نورك. مشكور نورين مارينا فام. انا عبالي قاعد يقول موجود ايه بمارينا فام فقاعد ادور وينه. اوكي ماشي. علي عندك رهف. علي الو السلام عليكم. علي وعليكم السلام. حيا الله رهف شلونك؟ حيا والقاطعه. الله يحييك. انا اول ما دقيت اللي شالته قلت لها رهف اللي معاك مال جيتاره؟ قالت لي قلت عند اخويني هو. قالت لي لو مو مال جيتاره قلت لها بس اقرا. حياك الله حياك الله يا علي. وانا طيبه اذا انتم طيبين وكلكم مرتاحين ومستانسين. بس لحظه انت ليش قلت لها القاطعه؟ من اي ناحيه قاطعه؟ قاطعه انك من زمان ما سمعت صوتها باغنيه؟ اي وايد من زمان. اي وبعدين انا عندي لها سؤال صراحه. سأل بغى الموضوع رهف. الحين انت اذا سويتي مثلا اغنيه ولا شيء وما طلعت بالسوق تظل موجوده عندك ولا لا؟ تكون موجوده بس احطها في المواقع الغير رسميه يعني عاده. لا هذه اغنيه كانت حق فيلم قصير اعتقد اعطاك اياها خالد الرفاعي وانت اللي لحنتيها وغنيتيها وما طلعت كلش ولا الفيلم اصلا نزل. احصلها عندك ولا لا؟ لان انا اللي كاتبها كذا. إذا تقول لي عن اسمها لأن أمانة ما يحضرني. كانت بداية عايشة عاني قسوة الناس والأيام مظلوم في دنيا مختر تكون فيها. لا والله بصوتك أنا سامعها. ما مرت علي. بصوتك وانت ملحنتها متأكد أنها رهف؟ أي خالد الرفاعي هو موصلها حقها ويا محمد العوضي. والله والنعم فيهم. يمكن يعني اللي سوء حظي أنه ما يحضرني اسمها بس إن شاء الله من حسن الحظ أنه سمعنا صوتك. أيوه طبعاً. نسألك سؤال. يلا خذ راحتك. شكراً. السؤال يقول إذا قدامك واحد حش السامع غبي على قد بالفهامية على قولتهم شلون تعامل معه؟ والله اتصدقين استانس عليهم كذي. والله عظيم يعني والله يعني واحد كسرت الروتين مع هالناس. كسرت الروتين مع هالناس؟ والله عظيم يعني يلزمك باجاباته يلزمك بتصرفاته فانت تضحك فسعاده هذيله والله سعاده. يعني ممكن نقول ان انت تاخذه دائما على قد عقله يعني؟ اذا بقعد بداحله مصيبه. لا انا راح اخلص ولا بندش بطوفه كلنا السمي بندش بطوفه كذي. حبيبي حبيبي مشكور وايد وما قصرت وحياك الله. مريم. الو مريم. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلين شلونكم؟ بخير الله يسلمك. انت شلونك؟ شخباركم؟ تمام الحمد لله. اهلين مريم. بقول لك سؤالك. عمري تفضلي. منو الشخص اللي تقولي له ما يعرفك عدو؟ منو الشخص اللي تقولي له الله يعينك على نفسك؟
الشخص اللي أقول له الله يعينك على نفسك وايد دعلة الدعلة صدق الله يعينه على نفسه. عندك أحد دعلة بحياتك؟ هو في أحد طرع على بالها ولا كان ما جاوبت كذي؟ إيه صح. أوكي منو؟ أقول منو؟ كيفك؟ لا لا باكر تقولين اضغطوا علي اجبروني. لا أنت بتقولين قولي، ما أنت بتقولين لا تقولين. لا ما اقدر اقول. اي خلاص خلاص بس ما تقدرين خلاص، بس احنا نتفهم هذا الموضوع. اخر سؤال عفوي راح يطلع من الاسئله اللي موجوده عندنا. انت دق علينا على 220-209-04 اطلع معنا على الهواء. احنا ما ندري شنو السؤال اللي بيطلع لك، بمجرد ما تطلع معنا على الهواء راح تعرف شنو السؤال اللي بيطلع لك. ديما هلا. ديما شنو الرد اللي ما تحبين تسمعينه من احد؟ يعني سالت سؤال ولا شنو؟ اي شنو الرد اللي ما تحبين تسمعينه من احد؟ ما ادري ولا كيفك. ما ادري ولا كيفك. اوكي صح كيفك والله ما ادري ليش قاعد اقول لك كذي بس كيفك. يعطيك العافيه. حياك الله يا ديما، مشكوره وايد وما قصرتي والله يحفظك. طبعا رهف المذيع لازم يخرج البرنامج. نعم. هذا تبع قوانيني الشخصيه وقوانين مارينا اف ام العالميه، فممكن تين عند المكسر عشان تختارين الاغنيه الجايه وتقدمينها حق الناس. طبعا يا جماعه الحين اللي بيصير بان رهف راح تجرب تصير مذيعه ومخرجه البرنامج في نفس الوقت، فراح نعطيها كلاس على الهواء قدامكم حق اللي قاعد يتابعنا على الاذاعه وحق اللي قاعد يتابعنا على التلفزيون. اوكي بالبدايه راح اعطيك السماعه. اوكي هذا الحين المكسر كله موجود قدامك. اوكي هني الدي جي، خل احط الميكروفون عندك. اوكي نعم الدي جي هذا هو ميكروفونك. اوكي اوكي هذا هو ميكروفونك. الحين جست نمبر 2 اللي هني ها ميكروفون فاطمه، حلو. وهني الثالث نمبر 3 هذا هو ميكروفونك اللي احنا مفتوح. بمجرد ما نطفيه يطفي الليت الاحمر اللي عندك. حلو حلوين. حلو. الحين انت في عندك هني الميوزك باك جراوند بيت شغال. نعم. على الفيدر اللي هو شغال هني. الثاني هذا هو اللي لما تختارين الاغنيه اللي تبينها تقدرين انت مجرد ما تضغطين ستارت تشتغل الاغنيه. حلو. ناو باي ديفولت الجدول عندنا مجهز ان الاغنيه اصلها بتفرق عمرو دياب. حلو. بس المذيع عاده على ايقاع الحلقه وتفكيره بالحلقه وهالسوالف يشوف شنو الاغاني اللي تتناسب مع الموضوع. حلو. فشنو الاغنيه اللي تتناسب انت بالنسبه لك الحين مع الموضوع؟ تخيلي ان هذا كله لازم تفكرين فيه وانت قاعد تقدمين. اوكي اوكي انت قلت لي اي اغنيه الحين المفروض تنعرض؟ كيفك؟ لا انت حتى لو في اغنيه بمخك ودك تسمعي ودك تسمعين الناس اياها شنو هي؟ يعني مثلا تخص جيتاره مثلا. كيف تخص جيتاره او انت حطي في بالك ان هذا برنامجك، شنو اول اغنيه تبين تفتتحين فيها؟ اكيد اغنيه فيها شويه تفاؤل شويه تكون نقازيه ما مو سلو. اوكي مثلا شنو ببالك؟ مثلا يعني ما ادري ليش طرت على عاش من شافك حبيبي. عاش من شافك ممكن ممكن. اوكي بالماوس كاهي الماوس. أوكي. تروحين حق كلمه سيرش هني. اوكي هذه كلمه سيرش. ايوه هني بهالمكان هذا الفاضي تكتبين عاش من شافك. هو اوريدي جاهز. هو جاهز. اي بس من شافك. ايوه حلوين. كاهي موجوده فضل شاكر. اوه فتقومين تاخذين لها دراج. ايوه اللي قاعد تسوينها صح. تسوي لها دروب هني. حلوين الحين الاغنيه صارت جاهزه. شوفي صارت قبل عمرو دياب صح. الحين انت بتشغلينها انت شنو لازم تسوين؟ انا جاري على اطق هذه. لا هذه ما في ميكروفون. اوكي سوري هذه. يلا يلا ضغطي. الاغنيه اشتغلت فبالمقابل شو تسوين؟ توخرين الميوزك باك جراوند ميوزك فيصير في عندك هني الاغنيه شغاله. الحين الاغنيه قاعده تسمعينها طبعا انت موسيقيه فتعرفين يعني شنو الانترو. نعم. باقي من الانترو الكاونت داون اللي قاعد يصير هني. قدمي الاغنيه قبل يغني فضل شاكر. تفضل. والحين نسمع اغنيه فضل شاكر عاش من شافك. تستاهل صدق يا رب. عدت الامتحان الاول بنجاح. بكون ايجابي انا واحبابي وافتح للفرح بابي انا لا مابي اشوف اصحابي ضيق واحرق اعصابي انا بكون ايجابي انا واحبابي يلا 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 انا لا مابي عاشو ميامي ضيق واحرق اعصابي انا مابي يقول عن داري سمرة يا سنابل حبيبي زين شوف الكمل الله سمرة يا سنابل حبيبي زين شوف الكمل الله سمرة يا سنابل
قابل حبيبي زين شوف الكامل الله عذري انا احبك سكر سكر زيادة سكر سكر زيادة شوف حبيبي جاهزين الجملة الصعبة مرة ثانية تميز ميامي الخطير كان بهذه الأغاني. كنتوا تشوفون ميامي منافس في ذاك الوقت؟ كنا نشوفهم الايدل مالنا أكيد يعني. صدق والله. أكيد ميامي يعني من مراهقتي وأنا أسمعهم. زين. فالحين أي أحد يقول لي أنا كنت أسمعك مراهقتي أحس فيه. لا صح على قلبك صح بعد قلبي اي والله العظيم لا خي علي اكيد ميامي لهم تاريخهم واكيد بادي من زمان لا والله ما فهمتي كحتي ليش ادري عشان الفانز كحتي ان انا كنت المراهقه صح على العموم كلنا ندري لاي درجه الشعب الكويتي دقيق الملاحظه ويتصيد بالاغاني يعني لقوا أغنية حق حمود ناصر تشبه أغنية حق ريكي مارتن لقوا أغنية حق ما أدري منو تشبه أغنية حق ما أدري منو اكتشفنا أن السولو بأغنية يا حبي لك مالت حسين الجسمي يشبه السولو مال أغنية الإذاعة مالت نورا العميري اللي نزلت قبلها بثلاث سنين اكتشفنا أن هذه الأغنية كان مغنيها دقيقين ندري بأن الجمهور الكويتي صعب بعدين اكتشفنا لا الجمهور الخليجي صعب وذكي وفطين ويتابع لذلك في أكاونت بالضبط مثل ما احنا نسوي مع الأغاني هو يسوي مع المسلسلات صح. بالضبط هذه شلون تغيرت قدلتها هذه شلون الرمش مالها طاح العقال والنسفة شلون تغيرت ليش للحين احنا نغلط مع التليفون وللحين يبين ان التليفون شلون نامت لون صبغ اظافرها وردي قامت لون صبغ وضحكني التعليق كاتبة هي بالانستغرام مالها يحللها شكل الصالون ايها وهي نايمة لا علي بعد ظل الكاميرا اللي قاعد يصورون طالع معاهم يعني معناته بان الناس يصيدون صيد صح ومن أبرز الناس اللي يصيدون صيد مش صيادة الأكاونت اللي بالإنستغرام اللي من زمان مسوي له فولو أستشهد فيه بالعديد من الأشياء اللي تصير مش صيادة لأول مرة من بعد ما أثارت الجدل بشكل جدا كبير صاروا مخرجين منتجين فنانين كتاب يتابعونها بالإنستغرام لأنهم يبون يشوفون شنو تصيد على أعمالهم ولكن ما حد يعرف منه هذه الإنسانة ولا حد عمره سمع صوتها ولا حد يدري حتى إيه شنو ودها تقول عن هذا الموضوع اليوم ولأول مرة معنا على الهواء في برنامج ريف فرش على 94 مارينا اف ام من امريكا عشتوا والله ممكن افهم شو موديك امريكا من الصياده اهلين اول شيء اهلا فيك علي ويا هلا بكل الموجودين واحيي رهف وفاطمه والمجرم المبدع اللي قاعد عندكم يوسف المطيري طبعا ربي حبيبتي احييكم كلكم حبايبي اهلا وسهلا شنو سؤالك؟ سؤالي كان منو انتي من الصيادة وليش ما تبين تقولين منو انتي؟ منو أنا بنية كويتية حبوبة حلوة أحب المسلسلات انزين وأحب أتابع المسلسلات وأحب كل الفنانين اللي أتصيد عليهم كلهم أحبهم ممتاز انزين وما أقول منو أنا لأنه مو حاسة إن الوقت مناسب للحين عشان أقول منو أنا. أوكي. يعني أوكي. يمكن إذا تبي تقول يمكن بعدي مترددة من ردة فعل الناس. أوكي. اللي يتردد من ردة فعل الناس ممكن لأن السبب يكون لأنه شخصية معروفة. هل أنت شخصية معروفة صيادة؟ أنا لا مو شخصية معروفة بس أنا. عائلتي كبيرة ومليون نعم فيك ومليون نعم بكل العوائل وإحنا نتشرف فيك ونتشرف بالكل لكن السؤال المهم هو شو تسوين بأمريكا بعدين قولي لي شلون ياتج فكرة الأكاونت أصلا والله بأمريكا أنا يعني مع زوجي شغلة هني وشركته هني فاتح له بزنس هني فأنا معاه مرافق له وعايشة هني مقيمة هني وبنتي هني معاي ما شاء الله الله يحفظهم إن شاء الله يا رب ويوفقهم بكل خير شلون ياتج فكرة الأكاونت؟ يسلمك حفظ لك الغالي ياتني الفكرة والله ماكو أنا يعني أتابع المسلسلات طبعا بما أني بغربة وهومسك دايما صح فعلى طول بالليل يعني وقت فراغي لما الأمور تهدى والكل يرتاح أنا شغلي حلقتين يعني أرضي فيها
احتياجي للهوم سكنس اللي فيني. ممتاز. فأتابع لي حلقة وبعدين وأنا أتابع ساعات أشوف أشياء فلاحظت هو شعرها ويف لي خلت شلون صار ستريت الباب ده في ستريت ولا شنو بالضبط انزين فكذي فبعدين فتحت الأكاونت كانت أول صيدة اللي هي مسلسل الأخوة وكان الفنان تيم حسن أوجه له تحية قاعد يشتغل بالمكتب بس الكمبيوتر الشاشة طافية فبدأت هذه أول صيدة حلو بعدها لا لاحظت فيه لا السكريبت تحت الطاولة الميكروفون طالع فزادت الصيدات أي. وزادوا شوية الفولورز أوكي وبعدين في يوم وليلة صار رتويت مو رتويت سوري صار ريبوست من أكاونت اي أكاونت سبيتا هانم اي وصار يعني بيوم وليلة يعني احنا كان عندنا بالليل انا قمت الصبح شفت آلاف مؤلفة following me ما شاء الله اي والله ما شاء الله فيعني طبعا اشكرها على هالريبوست من بعدها برمضان يعني برنامجكم وأشكركم أنتوا بعد ذكرتوني هبة الدري هبة مشاري حمادة ذكروني بالبرنامج صح أي فزادوا الفولورز وأشكركم على هالشيء وصارت مسؤولية عندي يعني صارت الناس تنطرني وتترقب صيداتي طبعا طبعا بس إنزين إيه ما صارت لك مشاكل مع الفنانين مع المخرجين بسبب صيداتك خصوصا ان انتي وايد واقعيه وايد صريحه وايد جريئه ومو همك اذا في احد ممكن يكون زعل ولا لا وبعدين قامت توصل لك السالفه ان الناس صاروا اذا انتي ما صدتي هم يتصيدون ويدزولك على الدايركت فالناس صاروا يترقبون منك ان انتي تكونين دائما صادقه وتكون مصداقيتك جدا عاليه هالشيء هذا ما سبب لك مشاكل الحمد لله الحمد لله وما شاء الله ولا إله إلا الله للحين لا الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب يعني أنا شوف أنا يعني من مبادئي مبدئي بالأكاونت أي إن ما أغلط أو أجرح في أحد صح نقدي على العمل نفسه نقدي على الشخصية على الكلمة اللي انقالت على اللبس على شلون تغير بس مو على الاختيارات الشخصية أو على شخص الفنان كإنسان أو كمخرج أو يعني أتكلم عن عمل فبالعكس أنا أحبهم كلهم ولو ما أحبهم ما تابعهم طبعا طبعا والله يوفقك إن شاء الله يا رب أتوقع أن أنت حاليا مجهزة المعسكر لدخول معسكر رمضان 2017 الكويت كلها بتسوي لك فولو علشان يعرفونش بتصيدين على مسلسلات رمضان الجاي شنو بتتابعين برمضان الجاي راح أتابع إن شاء الله بإذن الله إقبال يوم أقبلت واليوم الأسود وأكيد أكيد أكيد يعني بدون كل سنة هالفنانتين لازم أتابعهم حياة الفهد وسعاد عبد الله أوكي أوكي يعني معناته عندك four very important projects كل مسلسل أهم وأكبر من الثاني ترى يس الله يوفقك إن شاء الله عشان كذي أنا ماخذ موعد اليوم تكب حق عيوني الله يوفقك إن شاء الله يا رب ويسهل عليك وجهي رسالة حق كل اللي بالوسط الفني وجمهورهم عن طبيعة أكاونتك وهدفك فيه الرسالة اللي أوجهها إن أول شيء أتمنى أن ما حد يزعل مني أكاونتي فعلا فعلا من قلب هو للضحك للفرفشة للنقد البناء إن إحنا نحاسب المرة الجاية إن ما نطلع مثلا الميكروفون أو ما نقول هالجملة أو يعني ما يصير هالغلط اللي صار عشان توصل مستوى أعمالنا أو يوصل مستوى أعمالنا للأعلى والأحسن صح أنا أحبهم كلهم أحترمهم كلهم ربينا على حسهم ببيوتنا طبعا ما نستنى عنهم كل سنة برمضان أو غير رمضان طبعا أتمنى ما حد يزعل مني طبيعة أكاونتي ضحك ونقد بناء ممتاز جدا الله يوفقك يكتب لك اللي فيه الخير ان شاء الله عاد لايتي الكويت نبي نستضيفك عندنا باستديو مارينا اف ام بس لا تحاتين يعني بنحطك بمكان ونغطيك عشان ما حد يشوف ان شاء الله خلاص اذا كذي اوكي الله يوفقك ان شاء الله يا رب سعدنا بمتابعتك وعاد ما وصيت احاجيك انا برنامجي برمضان اسمه اما بعد فاحنا جايين برمضان بنقابل الفنانين فاذا عندك صيده يمين صيده يسار هذا عاد ما وصيت يعني عندك يوسف المطيري وعندك فريق البرنامج كامل بلغينا اول باول ها الله يهمك
وإن شاء الله ولا يهمك. حاضرة، مشكورة وايد وما قصرتي وتشرفنا فيك. كلمة أخيرة من أكاونت مص صيادة، الأكاونت الشهير بالدراما الخليجية والعربية والكويتية. كلمة أخيرة أشكركم كلكم، أشكر فولوورز اللي شجعوني، وأشكر فولوورز اللي هموني، وبالهدام هذا أنا أصعد. وتحياتي لكم كلكم، وثانك يو ثانك يو ثانك يو من قلبي على هالفرصة وعلى تشجيعكم. ربي يحفظكم ويحفظ الكويت من كل شر يا رب. آمين يا رب العالمين. مشكورة وايد وما قصرتي. ويا زين روحها الحلوة، سمعتوا روحها كثر حلوة ما شاء الله عليها. روحها الحلوة عيال هي التفسير البسيط والواضح لخفض الطينة اللي ممكن نقراه بالكابشنز على التعليقات اللي قاعدين نشوفها على هذه المسلسلات. صح. شكرا 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 من الصيادة وما قصرتي. ضيفتنا اليوم داخل استديو مارينا اف ام في ريفرش 94 هي رهف. تهجين رهف بتكون موجوده وما راح نرجع ذكرياتنا الحلوه؟ مستحيل، صعبه. كفى يكفي كفي الله كملك 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 خلاص مليت أعيش مهموم، ما عاد ينفع عتاب ولوم. الله الله بكمل عيال لبسي سماعتك سمعي. كفى يكفي كفي يا قلبي لا توافي، مثل الجمر لا تمشي فوق حافي، صفي صفي حسابك جرحوك اغلى احبابك، لا تخلي بابك من خشب بالحجر بني بابك. عمري مثلك ما شفت انت ملك معيني، وكيفك انت نبرتك تاخذني وتوديني. كل عمري مثلك ما شفت انت ملك بعيني، وكيفك انت بنظرتك تاخذني وتوديني تاخذني وتوديني.
شلون ذكرياتك مع كل اللي سمعتيها؟ اول شيء تسلم ايادي اللي جمع المكس صح يستاهلون يستاهلون الشباب يعطيهم الف عافيه. الذكريات فيها شويه مثل شيء يعني في شجن ان احنا موقفين والناس للحين لهاللحظه الحمد لله الحمد لله يا رب المحبه ما تغير، المحبه صادقه عمرها ما تغير مع مر السنين حتى لو كان في غياب. صح. هذه الشغله واحده من الاساسيات اللي تخلي الواحد شفت شلون مساء تقول اخذ نفس عميق هذا الحين حزتي انا اصلا لاحظت وانت هي قاعد تسمعين الاغاني قاعد ترسمين قلوب حب على ورقه صح صح في الاغنيه اللي دائما شوفها على كثر ما هي بالنسبه لي اكثر اغنيه مفضله حق فرقة جيتارة الا ان هي اكثر اغنية انسى اسمها بس اللي بدايتها في الفويس ميل ايام 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 وتعدي على فراقك وتحمل وحدي انا غيابك صج ما ودي على بعادك بس ادري بترجع على حبابك. اصدمك علي حق منو كاتبتها؟ منو؟ حق صديقتي بالدوام ماخذه اجازه قاعد اغنيها ذا الشي ايام وتعدي على فراقك بتحمل وحدي انا غيابك مو انا كل الشغل راح يصير علي صج ما ودي على بعادك بس ادري بترجع لحبابك. بعدين صارت مثل بدايه لان انا اكتب ولحن مثل ما تعرفون صح فبعدين كملتها جربت انا طعم عاد صارت عاطفي يعني لا يعني كل ترى كل الاغاني بالبدايتها كانت لها احداث. انزين دام ان كل اغنيه ببدايتها كانت لها احداث ارجوك قولي لي شنو حدث هالاغنيه؟ بقول لك شنو قصة هالأغنية. طحت عليها عن طريق الصدفة عقب سنين من ألبوم عزيز النفس. قاعد أسمعها ويا واحد من ربعي بالسيارة هو ماله بالأغاني. بس كان وايد متابع ببايس مع عهد الأصدقاء. فأنا قاعد معاه بالسيارة فشغلت الأغنية. كان يقول الله حلمنا نهار نهار ونعمل كان طالع ايش قاعد تقول؟ تقول لي عهد الاصدقاء قلت له يا عهد الاصدقاء هاي اغنيه جيتار تقول لي لا مو جيتار عهد الاصدقاء كان يدش يوتيوب ويشغل لي عهد الاصدقاء ولا يطلع نفس الانترو بالضبط بس بعدين لحن مختلف داخله اي لحن مختلف هل هي صدفة ولا كنتوا تدرون عنها؟ والله أنا أول مرة أدري عن مسلسل اسمه أحد الأصدقاء. أحد الأصدقاء. ما أعرفه. باباي عهد الأصدقاء. مواليد سبعينات. إذا مثل ما سمعنا كنت أظن خمسة.
كوردات أيه. كوردات والانترو الملحن ما له شغل ترى بالانترو لما يتسجل بالاستديو ما له شغل الملحن يعطيك مثل انترو قول له ارتجل مثلا انترو ممكن عزفها يمكن ما ادري يعني بس ترى عجيبه الفكره يعني روعة يعني بدال لا تكون ضد صارت معه فعلا مو صح ورفيقك مستر صياد على فكره انا اذا كنت ما ابي اقول انا اقوم اقطها براس رفيقي اوكي واصلني واتساب تو الحين من خالد شموه والنعم ينعم بحات خلينا نشوف شنو كاتب خالد بالواتساب كاتب وداز فويس نوت يلا قبل لا نشوف فويس نوت خالد شموه شنو لبسي سماعتك عشان تسمعين التحدي اللي جاي لو سمحتي خاف نسيتي ان انت مذيعه اليوم رهف لا فوق يا يلا جاهزه سمعي رهف شلون الامور للحين ان شاء الله تمام مستمتعه بوظيفتك الجديده خليني اقول لك شغله ان انت صاحبة احساس مرهف ومشاعر جياشة وصوتك من اروع الاصوات اللي موجودة بالساحة ايش رايك تسمعينا موال لا لا تقشمر معك الحين راح تقدمين واحدة من اهم الفقرات في برنامجنا اسمها التوب 3 بس لا تخافين علي راح يساعدك جاهزة جاهزين الحين عندنا اكثر ثلاث اغاني عليها تصويت اليوم قاعد تشوفينهم قدامك على الشاشة بس لا تقولينهم ابدا المركز الثالث المركز الثاني المركز الاول تمام نبلش؟ بلش كل يوم بيومه تصويتكم من كل مكان بالعالم توب 3 اليوم توب 3 اليوم ما راح أقدمه بروحي ولكن أنتوا راح تعرفون نتائجكم منه في برنامج ريفرش أنا علي نجم وانت لازم تقولوا وأنا رهف وأنا رهف أوكي جاهزة؟ جاهزة Let's go أقوى ثلاث أغاني اليوم ريفرش علي نجم مارينا أغنية المركز الثالث عندك ايه تخيل عبد العزيز المسعود هذه ثالث اكثر اغنيه عليها تصويت اليوم تخرع هالفقره صح وايد لان الناس مصوتين فانت الحين قاعده تقولي النتيجه جاهزه جاهزه تخيل نسمع عمري بلاش اقوى اقوى ثلاث اغاني اليوم ريفرش على النجم أنا بلقيس وأنتوا تسمعون ريفرش نمبر 2 اليوم وصلنا حق أغنية المركز الأول مادموزيل غهاف يس بليز وي مسيو نية لسفير الأغنية الخليجية بألبوم الجديد أغنية من ألحان خالد الشيخ وكلمات فتحية عجلان بعنوان مس الكون هالأغنية هذه تغلغلت إلى قلوب الناس لدرجة أن عليها أعلى نسبة تصويت اليوم يستاهل أبو خالد من ألبوم تسلم عليك 2017 بالمركز الأول مس موجود على تويتر ريفرش MFM علشان يبين شغف المذيع إذاعيا حلو أن الناس تشوف طريقة تقديمه لنوع الموسيقى اللي هو يحبها لذلك دائما أقول إذا تبون تقيموني صح قيموني وأنا أقدم عبد المجيد عبد الله فإذا بنقيم رهف صح رهف اسمك بالإنستغرام ترانسهوليك صح معناته أن أنت وايد تحبين هالنوع من الموسيقى نعم فعشان كذي اخترنا أرمن فان بيورن وعلشان نعرف الشغف اللي عندك سولفي لنا عن أرمن فان بيورن أرمن فان بيورن موسيقى الترانس موجة مع موسيقى الإلكتريك اللي اجتاحت العالم كان لها تأثير مع بداية الديجيهات وشافوا الناس وايد التفتوا للديجي وحتى المطربين قاموا يحرصون على إقامة بعض الريمكسات مع أغانيهم أرمن فان بيورن يعتبر نمبر ون عالميا ويسمونه Godfather of Trance ممتاز أرمن أول دي جي وأول فنان في نيذرلاند يكرم من الرئيس لأنه أثر إيجابي للمراهقين والشباب لأنه قام يشغل الموسيقى وقام دائما يحثهم وهو يقدم مثلا الشو ماله قام يتحكى ويقول حق الناس إحنا نيشن واحد إحنا أمة واحدة إحنا ما نهتم بالعنصرية وما نهتم أنت حتى لو تعبان لو هذا تعال اسمع موسيقتي وقو نفسك دائما يحفز الشباب
انهم يلتفتون لانفسهم حتى لو كانوا داون وكانوا تعبانين. فتم تكريمه من قبل الرئيس، يعتبر نمبر 1. وفي دي جي ثاني مهم من دوله ثانيه اعتقد من سكوتلند اسمه اندرو رايل، يعتبر ذا سن اوف ذا جاد فادر ارمن فان بيورن. اوه اوكي، فهو متبني يعني، ها متبني ويشجع الدي جيهات حول العالم، وحتى في مصر علي اند فيلا يعتبرون ابرز دي جيهات الترانس في مصر، يعني يشجع حتى العرب. ممتاز ممتاز. خروح الحين على لفه على اغاني ارمن فان بيورن، هذه الاغنيه اللي كنت قاعده تسولفين وهي كانت يور باك جراوند ميوزك اسمها فاين وذاوت يو. الحين راح اروح حق اغنيه ثانيه حق ارمن فان بيورن اسمها اي ليف فور ذات انرجي. In and out of love. اللي فاتح الراديو انت قاعد تسمع ريفرش، بس احنا تحت سيطرة رهف جيتارة. ولا نوع معين للترانس، يعني شلون اقدر افرق مثلا الترانس ميوزك عن الهاوس ميوزك؟ شلون اقدر افرق من البيت نفسه؟ اي احيانا السرعه ممكن يعني نفرق بينها، بس انا كاحساسي دائما الترانس يخليك تحس فيه مع ان الرتم سريع بس تحس بشيء غريب. اوكي، احساس غريب يعطيك يرفع من الهرمون هذا اللي يخليك مستانس. اوكي اوكي، هرمون السعاده. ايوه موسيقى غريبة، موسيقى الترانس والله يا جماعة مؤثرة على فكرة، والله لو تركز عليها شيء مو طبيعي. اخر اغنيه حق ارمن فان بيورن راح اشغلها هي اكثر اغنيه مفضلتها رهف نفسها، واللي هي This Light Between Us.
فريش مارينا اف ام. رهف، احنا اليوم قاعدين نسأل الناس أسئلة ما طرت على بالهم اصلا، وكل متصل قاعد يله سؤال غير عن المتصل اللي قبله، لذلك صار دورك الحين تعيشين نفس التجربة. السؤال الأول اللي بيلك مني غير عن الثاني غير عن الثالث غير عن الرابع، ومطالبة انك تجاوبيني بكل هذه الأسئلة. كنتي صريحة وجريئة في انك تقولين عمرك في هالعمر هذا كله، والله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر اجمعين. كم مرة قلب رهف تعذب؟ قلبي تعذب مو من رجل، قلبي تعذب من أقرب الناس لي ورحل من هالدنيا، ومثل ما يقولون الواحد يذكر الأشياء الحلوة في حياته، فما أخلي قلبي يتعذب عشان أشخاص مرور الكرام مرورهم بحياتي إلا اللي كانوا وايد قراب مني، فلازم أذكر الشيء الحلو وايد منهم، بس أكيد تعذبت وايد. الإحساس اللي قاعدة تغنين فيه دليل بأن هناك قصة، مو غصة، ولكن القصة هذه لو كان اليوم بيدك انك تسمينها بعنوان، شو تسمينها رهف؟ يوم جديد. يوم جديد. يوم جديد. التفاؤل اللي انت قمتي تعيشين فيه اليوم، وانك دائما تطالعين الجانب المضيء من الحياه، شنو سببه؟ تعلمت. شنو تعلمتي؟ لاني اليوم اظن بان وجودك بالاستديو وياي انا شخصيا اليوم في ظل ظروف شخصيه انا قاعد امر فيها، وفي ظل الايجابيه اللي انت فيها، اظن بان هذه مو صدفة، ومحتاج أني أسمع منك شيء يمكن أنا اليوم محتاجة وايد. شنو تعلمت يا رهف؟ صدق ودي أتعلم. أنا بقول كلمة قالها الأستاذ صلاح الراشد الغني عن التعريف، قال ابتعد عن كلمة قبل قليل وبعد قليل، عش الآن، عش هذه اللحظة. أنا مالي شغل باللي فات ومالي شغل باللي جاي، خلني أعيش الحين عشان أحس أني أنا على قيد الحياة، والأشياء اللي طافت خلت تمر، اللي كان عارف قدري راح يكون موجود وراح يعني يلتمس كل الأعذار اللي بالدنيا عشان يكسبني أو إنه ما يخسرني، بس الجرح الكبير لا تخلي له قيمة إلا من أقرب الناس ونحاول نداويه، لكن الناس اللي برا دائرة أسرتي، أمي أبوي الله يرحمهم، خواتي وأخوي الله يحفظهم، وأقاربي اللي أدري يحبوني من قلبهم، هذيل أحط لهم اعتبار. برا الدائرة هذه أنا اللي دششتهم وأنا بإرادتي أطلعهم، هذا اللي أقدر أقول لك إياه. ما حد يسوى إنه الواحد يضايق نفسه على شخص أصلاً أنا ما أدري وين الحين مستأنس عايش حياته، هذا كرجل، إن كان كرجل أو إن كانت صديقة أو إن كانت قريبة، أغلى الناس أقرب الناس، بس أغلى الناس أقرب الناس اللي أهم من لحمي ودمي، اللي يابوني هالدنيا ما في أحد ثاني غيرهم، وإخواني طبعاً وخواتي وأقربائي يعني اللي قراب حيل. إن كان هناك من يستمع اليوم وبخاطرك أنك توجهي له نصيحة، أنت بس أدرى النصيحة هذه راح توصل حق منه، وإحنا ما نبي نعرف النصيحة بتوصل حق منه، شنو بتقولين؟ أقول حق الشخصيات اللي مروا بحياتي، تكفون لا تكونون كوبي من غيركم، عليكم الله، كافي أقعد مع بعض الشخصيات أشوف نفسي فيهم، أوكي ما يخالف أنا ملهمة، لكن أنت ما قاعد تخلي حق نفسك هوية، ما في آي دي حقك، تعلم تخلق لنفسك هوية، لا تسوي كوبي من أحد غيرك، وراح تظل طول عمرك تسوي كوبي من فلان وعلان ومن فلان وعلان، وبالنهاية أهما راح يظلون الأوريجينال، وتظل أنت مجرد كوبي يجي غيرك من بعدك، يعني راح يسوون كوبي من ما راح يسوي احد كوبي منك انت، لان انت اساسا كوبي من غيرك. هذه النقطه وايد مهمه بالنسبه لي انا لاشخاص حواليني. ممتاز. اتمنى والله العظيم اني اتمنى ان كلامك على الاقل يكون لامس ولو قليلا اللي قلوبهم تعذبت، اللي للاسف ما مروا باللي مريتي فيه، اللي وايد عندهم ان هالبني ادم حبيته والله لو عيوني يامر عليها عطيته، بسبب بساطتهم، بسبب انهم ناس على نياتهم. اليوم قلت حق واحدة اعرفها قلت لها تصدقين انت على نياتك؟ كان تقولي لا ما اسمح لك. استغربت قلت لها ليش ما تسمحي لي؟ كان تقولي لان اللي على نياتها مسكينة وانا مو مسكينة. فقلت لها لا لحظة، تعليق لامس شيء فيك، وين
وين الجزء اللي شفتي فيه ان انت مسكينه؟ كان تقول تعبت من كثر ما شافوا ان اللي على نياتها مسكينه. تصوروني بنظره الضعيف لين عذبوا قلبي. وللاسف كان هذا درس اليوم كنت محتاج اسمعه، مثل ما انت قاعده تقولين اليوم كلمه مهمه جدا. مو مهم اي شيء عشته واي شيء بعيشه، المهم الحين، المهم اليوم. لكن ياسفني يا رهف اني اقول لك شيء، كلامك هو كلام منطق وعقل، واللي قدامك انسان حاله حال كم كبير من الناس، تسير العواطف والقلب. ادري بان اللي قاعده تقولينه خطا، ولكن في بعض الاحيان الانسان محتاج بانه هو يتعذب مره ومرتين وثلاث عشان يتعلم. يقول لك ما يحس بالجرح من لابس حرير. فطول ما اني انا ما عشت اللي غيري عاشه ما راح افهم، ولو حتى رحت حق مجرب وسالته ولا سالت طبيب بيظله مجرب، بقول يمكن اذا انا جربت نفس تجربته راح اتعامل مع الموضوع بطريقه اذكى منه. اكتشف اني انا مريت بنفس تجربته وعملت الموضوع بطريقه غبيه جدا على الرغم من كل الانذارات اللي جاتني. اكثر شيء الانسان يخاف منه شنو؟ ان قلبه ينجرح، ان هو يتعذب، ان هو يتعب. وللأسف ما يدري بأن كثرة تفكيره بهذه الأمور هي التي آلت بالنهاية به بأن يعذب وبأن يجرح قلبه. لو هو بالنهاية قاعد يفكر بأن يبي قلبه يكون بخير والناس اللي حوالينا يكونون بخير وأن الأمور تعدي تمام، بالنهاية راح يوصل حق اللي هو يبي. يقولون بأن بالقلب طاقة جذب للأحساس اللي يعيشه، كثر ما خفت من شيء كثر ما صار لك. يا حبيبي ده اللي خاف من العفريت يطلع له، وكثر ما خفنا ان قلوبنا تعذب تعذبت. كنت محتاج اليوم اسمع كلمة وسمعتها بين السطور، قريتها بعيون، وشفت بان بعض الاحيان الدروس اللي نتعلمها بالدنيا لا تنطق ولا تقال. اذا كنت انت فطين اقراها بعيون الناس اللي مروا فيها، اقراها بابتسامات الخيبة اللي على وجوههم، اسمعها بالتنهيدات الطويلة اللي لقيت لهم ايش تعلمتوا، واسمعها بما يخفى خلف عذاب كل قلب وكل تجربة هم مروا فيها. ولو اليوم بسأل نفسي سؤال مفاجئ، بسأل نفسي شو استفدت، واكتشف اني ما استفدت ولا شيء غير التعب، غير السهر، غير تجاعيد ارتسمت على الجبهة، غير سواد صار تحت العيون، غير شيب شيه بالشعر، وغير ايام مرت علي التشابه. والسبب ناس عذبت ومشت، قتلت روح تنبض حياه وراحت، والبقيه ارواح تتصاعد امام هذا الحزن. قريت جمله ذاك اليوم، صديقه قاعده تواسي فيها صديقه اخرى، قالت لها اخذي كفايتك من الحزن، عادي ابكي حزني تضايقي كثر ما تبين، نفسك لها حق عليك ان انت تعذبين، طلعي كل اللي في قلبك من حزن وبكي علشان تكرهينه، علشان ما تقربين منه مره ثانيه. نفسنا بعض الاحيان تودينا حق اماكن احنا ما نبيها. شكرا على الدرس العجيب اللي علمتيني اياه اليوم رهف. شكرا لك علي، واتمنى بان كل شخص معنا اليوم وقلبه تعذب توصل له رسالة، لأن في يوم من الأيام هذا الجرح سيبرأ، في يوم من الأيام هذه الابتسامة ستعود. متى؟ هذا قرارك. شلون؟ هذه حياتك. عن نفسي بلشت.
رهف يا رهف يا رهف، شكرا على كم الاحساس الكبير اللي كنتي معنا فيه اليوم في ريفرش. شكرا لك. عزيزة نفس، الحمد لله جميلة خلقا واخلاقا، الله يوفقك فيك الخير ان شاء الله يا رب. اجمعين بوجودكم كل شيء ان شاء الله يا رب. اسعدتينا وونستينا، ومن بعد عذاب القلب تذكر ان نفسك عزيزة. Marina. Refresh. Refresh.